والعدو الإسرائيلي هو الفاشل والخاسر، لن يستعيد الردع أبدا، وعملياتنا مستمرة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي شعبنا العزيز، ويدخل الفرح والسرور إلى قلوب الشعب الفلسطيني المظلوم. لن يستعيد الردع أبدا، وعملياتنا مستمرة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي شعبنا العزيز، ويدخل الفرح والسرور إلى قلوب الشعب الفلسطيني المظلوم. والعدو الإسرائيلي هو الفاشل والخاسر، لن يستعيد الردع أبدا، وعملياتنا مستمرة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي شعبنا العزيز، ويدخل الفرح والسرور إلى قلوب الشعب الفلسطيني المظلوم. لن يمتلك العدو الإسرائيلي الردع، ولن يستعيد الردع تجاه عمليات الإسناد من جانب بلدنا لمناصرة الشعب الفلسطيني، والنتائج هي ستكون المزيد من التصعيد والاستهداف للعدو الإسرائيلي، وأيضا في تطوير الإمكانات والقدرات والتكيف مع مستوى التحدي. ونحن في هذه المعركة أقوى من أي مرحلة مضت، والقدرات تتطور باستمرار لمواجهة التحديات بأي مستوى كانت. فيما يتعلق بموقفنا، هو موقف ثابت، وبالتعاون بيننا وبين بقية جبهات الإسناد هناك تعاون وثيق وقوي وجيد، وهناك تنسيق يتطور أكثر فأكثر، وهذا له ثمرته وله أهميته وله أثره الكبير على العدو. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.